لسان، مخ، عين، حلو. اللي هي الجوهرة، وهذه فشة، ودي كرشة. ودي أباوة. ليه حاسة شتيمة أباوة هيك؟ لا ما تحكولي ما بتحبوا هذا النوع من الأكلات. لا لا لا, لا معلش، إيش هي؟ طب قولي إيش هي؟ بتبقى فشة، كرشة، أم الشلاتين، محشية. محشية زي ما قال. ما حدش يغلط ويجي على مكان زي هيك بدون ما يطلع بكوباية مية سلطة. تعرف إيش بتحس لما تشرب كوباية مية سلطة في شوارع القاهرة؟ بتحس إنك لازم تكبس سبسكرايب. سبسكرايب يا أخواننا، ادعموا أزكى أكل في العالم. أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وين ما كنتوا، أهم شي تكونوا جوعانين. معكم باسل الحاج وحلقة اليوم من جمهورية مصر العربية. في هون شوية أكلات لازم نورجيكم إياها مش موجودة عند أي حدا في الدنيا غير إخواتنا المصريين. يا ما عرفنا عنهم حبهم، يا ما عرفنا عنهم حبهم، وخفت دمهم كمان، وعند الشدة تلاقيهم جنبك، وعند الشدة تلاقيهم جنبك، واقفين شجعان. هنا هم الخير لبعضهم، وللرجولة دايما عنوان. هنا القاهرة، هنا القاهرة. صحتين يا جماعة، صحتين صحتين. شكرا شكرا. احنا في منطقة الظاهر، والظاهر هي لظاهرة بيبرز. هذا المسجد اللي ورانا هو مسجد الظاهرة بيبرز. في عرباية أكل هون، ما بتبيعش الفول ولا الكبدة ولا الكشري ولا الأشياء المتعارف عليها. إيش بتبيع؟ لحمة راس وكرشات وفشات. السلام عليكم. السلام ورحمة. يعطيك العافية يا صديقي. يلا أديني فيها. إيش حتعطيني أول؟ لحمة راس. اللهم صلي على النبي. الله يعطيك العافية. إيش حنسوي اليوم؟ هذا خروف، راس خروف أو مش خروف، راس خروف. راس خروف. راس خروف بتطلع منه كم شغلة ورجيني؟ جبهة. الجبهة يعني الخد. الخد. خد الخروف من أطرى الأشياء في الخروف. فريش كله مصدر. فريش خلاص، اهم شيء انه فريش الحمد لله. يا سلام عليك، شوف فصل الخد والخد هيك عن بعض. خلص هسا حيفتح الراس. ايوه ده لسان. لسان لازم ناكل لسان. حلو. وده الجوهره. الجوهره ايش الجوهره؟ اللي هي تعتبر تحت الخد، اللي هي العين. يا سلام، العين، عين الخروف نفسه. ايوه بسموها الجوهره. الجوهره. الله يفتح عليك. يعني بتاكلوا العين نفسها حتى بتتاكل. طب ايش بتاكل في العين؟ اللي حوالين العين. اللي حوالين العين هذا هو. لكن النني دوت مش اي حد. النني بيلعب في ارسنال اصلا، ما بدناش اياه. لا انا شفت ناس بتاكل لحمه خروف قبل هيك، بس ما شفتش خروف، راس خروف بتفصفص بالاحترافيه هاي. حلو انك واقف هون وقاعد بتطرطش عليك من الدهن المتطايره من تكسير الراس وتنقيته من الاشياء. هذه ايش الحين؟ هذا مخ. وهاي الجوهره اللي هي العيون. ايوه رش لي عليه رشه ملح. هذا ايش؟ هذا ايش؟ فلفل اسود. الله يكرمك. هذا الصحن صار فيه خد ولسان ومخ وعيون الخروف. ايوه ممبار. بس هذا ممبار غير عن الممبار المعتاد. ده ضاني. ده ضاني. ده ممبار ضاني غير الرفيع بتاع العجل. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. هذا هو، هذا الكلام. يمين بالله حط لي اشياء في راس الخروف ما كنت بعرف انها موجوده اصلا في راس الخروف. فقط في شوارع القاهرة. اللسان اللسان اللسان. ملح فلفل أسود فقط. الخد. الخد هو أزكى شيء في رأس أي حيوان. خده هيك بيكون زاكي كويس.
هاي اللي بسموها جوهرة. هاي شغلة جديدة، بتعرفوا العين، بشيل العين وكل إشي من أنسجة وأشياء هيك دهون ولحوم حوالين منطقة العين هي هاي. المخ، فاكرين الخروف ما عنده مخ؟ الحلو في المكان اللي زي هيك انه قبل ما تطلع من عنده بتقول له كل البواقي اللي ضالي في الصحن لفها لي في ورقة في نص رغيف، تاخدهم هيك وتسقسق عليهم للمكان الجاي. طلعوا نص رغيف، هذا ايش فيه؟ كرشات اللي هي المعدة تبعت الدبيحة والفشة ولا كل الحبش تكنات هاي اللي موجودة عنده في المكان، بقطع لك اياه وبحط لك اياه في الرغيف وتبلع فيها بايش؟ بممبار. قد ما في ممبار اماكن بتعمل ممبار في القاهرة قد ما كل مكان بتحسه مختلف عن الثاني. شوف هذا الممبار تبعه سميك ومحشي اشي بحرق، يا سلام هيك ايش فيه؟ كل ممبار تاكله يكون مختلف عن الثاني. الحين ندخل في الجامد. في ايش؟ في الجامد اللي هو المصمط المصري. المصمط المصري هو كيف الجزار اللحام عنده كل الخروف، كل شيء لحمه موجوده في الخروف. فكره المصمط في مصر هو الاشياء اللي ما بيستخدمها الجزار، مش الكتف ولا الظهر ولا الرجل ولا يعني الحلويات، الفواكه. شوف دلع الشعب المصري للموضوع، هي قطع اللي ما بتستخدم بالعاده في الذبايح زي ما حكينا، لكن هون عاملين لها مبدا كامل اسمه المصمط. والدليل هاي شوف بجة لجميع اكسسوارات البهائم، كيف مدلعين الاسم فواكه واكسسوارات. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اشرح لي المهرجان اللي قدامك هذا ايش؟ بص حضرتك، احنا عندنا هنا تشكيله من فواكه اللحوم. فواكه اللحوم دي لحمه حضرتك، طحال، حلويات. حلويات، استنى، حلويات ايش يعني؟ الحلويات اللي هي القراقيش الدوريه اللي بتلو. قراقيش دوريه وبتلو، ولا فاهم ولا حد يشرح لي احنا هاكل ايه يا جدعان؟ القراقيش الدوريه اللي بتلو. ايوه هيك فهمتهم انا. الممبار، الفشه والممبار والفلفل والشطه عليهم. دي الخلطه البجويه. خلطه الايه؟ خلطه البجويه. البجويه من بجه. طب يلا انت ايش شكل لي ودلعني. قسم وسمعني. ملح وفلفل اسود وايه كمون؟ لا دي الجويه. دي البهارات. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. هنا القاهره ورا بعض على طول. هاي اللي فوق، هاي اللي ختم فيها، هي النخاع. النخاع من الظهر بتجيبوه صح؟ بس مين عينه في النخاع؟ مين عينه في النخاع؟ النخاع بيجي من الظهر. ايوه. طب عندك مخ مقلي؟ بما انه عندك نخاع مقلي منطقيا عندك مخ مقلي. عندي مخ. الله اكبر. مخ مسلوق. مخ مسلوق، انا عايزه مقلي. موجود. الله عليك، اكلنا مخ مسلوق، الحين ناكل مخ مقلي. وكوارع وفتت كوارع ولا المقبلات كله موجود الحمد لله. اهلا وسهلا. وحشتني القعده دي بصراحه. وحشتك ولا لا؟ ما عملناش انتروداكشن اصلا. على طول احنا خلص انتروداكشن صار زمان. الحين ايش؟ القعده هاي كان لازم نسويها. طيب الله يسلمك. ملاك اللحمه، الله يسلمك يا رب. ملاك اللحمه معانا عشان انا مش عارف اعبر عن الصحن اللي قدامنا. انت اكثر واحد بتعرف تعبر عن الصحن يا شيخ. انا بشتاق اسمعك وانت بتعبر. شوف الحب اللي بيننا يا اخي على الطعام، والله اشتقنا لهي اللحظات. طيب هذا نخاع. النخاع بالعاده بيجيبوه من الظهر صح؟ الميولي. مش اللي جوا العظمه. اللي في الظهر النخاع شوك. والله ذاك النخاع، هو النخاع هيك كريمه من جوا شبه المخ بس اقلنا شفان من المخ. طب يلا انت اشرح لي عن الحلويات عشان ما بعرفش ولا شيء من اللي حاكله. بص احنا عندنا دي الفشه. الفشه هي رئه اصلا. رئه الخروف بالظبط. كله ضاني هذا اللي قدامنا. ضاني يعني خروف حبيب القلب. كوارع مش ضاني، كوارع بقري. والله الثانية اسمها مجادم. في حاجة تانية جاية. انا معاك. ايش ده؟ ايوه المخ المقلي. انت بتحب المخ؟ انا بموت في المخ. انا فاكر ذاكرة تبقى لسان. دي تبقى لسان. وده ممبار. شوف كيف فعلا كل مكان بنحكي، كل مكان عنده ممبار وكل مكان عنده ممبار مختلف. شوف هذا كيف محمر، محمر ومأمر وشارب دهون لما قال شكرا. بس هو متحمر في الدهن اللي نازل. هو متحمر في الدهن اللي نازل من عارفين تكملت الجملة. هاي ايه؟ اللسان.
لسان متحمر، بس ده احنا بنقول عليه اللغلوغ. اللغلوغ اللي هي مؤخره اللسان. هتقطعه له من لغاليبه؟ انت جبت لغاليبه دي من ايه؟ دي كده لحمه. لحمه ايش دي؟ هتلاقيها لحمه من المخ. الحته دي بدل دي هتلاقيها حته طالعه من عند في مكان ما في راس المرحوم. هي مين اللي بتبقى الخدود؟ لا انا هاكل ولا يهمك. دي القصب الهوائيه بتاعت الخروف. القصب الهوائيه بتاعت الخروف. احنا بناكل اي حاجه. زور زور زور. ها زور المرحوم. وبتتاكل هيك عادي؟ انا بحبها جدا، يعني من الحاجات العظيمه. طب يلا بسم الله مع بعض عشان احس ما احسش اللحيه. حسن الملح بس هذا اللي فارق معاك؟ طيب ده الطحال اللي جاي بقى. طب انت ليش ما اكلت مخ مقلي؟ لا لازم تاكل مخ مقلي. عارف مره اتجرأت واكلت مخ وين؟ مقلي وين؟ في شوارع مومباي في الهند. القلب قوي والله يا شيف، القلب قوي والروح على الله. بس ايه رايك؟ زبده كريمه. يا المخ يا اخي رهيب. بس ايش وحده مخاصي عشان العين بس. في لبنان اكلنا بسموه بيض غنم، في القاهره بناكل مخاصي. تنوعت الاسماء والبيض واحده. هاي ايش؟ دي اللي هي النفوس والحلويات. النفوس. النفوس يا اخواننا هي البنكرياس تبع الحيوان. بالضبط. لما نحكي كل شيء في الذبيحه بتاخد، يعني كل شيء في الذبيحه بتاخد. الذبيحه ما بتسيبش حتى حاجة. البنكرياس ما سلمش منه. طب انا بدي بنكرياس عشان بنكرياس. ايش دكتور قال لي يعني البنكرياس عندك لازم يشد حيله شوي. خدي دي اطرف. هاي اطرف بنكرياس عشان كويس. انت بتاكلش بنكرياس ليه؟ لازم كلنا ناكل بنكرياس. كارو خد بنكرياس اهو. شفت دايبه ازاي؟ دايب. وين بنكرياسي؟ سلم ايدك. ليش ما غمسنا البنكرياس في الطحينه؟ بعد كل اللي عملناه اليوم لازم نغمس بنكرياس في الطحينه. عارف المكان هاد بيكون عنده لحمه عاديه، بس الصحن اللي بيجيب لك اياه فيه لحمه عاديه بسموه فيجيتيريان. يعني الصحن اللي ما فيه الاشياء الثانيه هاي من الحلويات والممبارات والكرشات، بس لحمه عاديه بسموه فيجيتيريان. اه عشان كده بقى عايزينك تسخن وتدوق الايه الشوربه. وايش اهم شغله الواحد يعرفها عن الكوارع؟ انه تعطيك طاقه. يعني هاي مش لحمه يا اخواننا، اللي يفهم الموضوع كويس، هاي مش لحمه، هاي قطع جيلاتينيه اللي بتكون في نهايه الرجل تحت الموزه في الجاموسه في البقره. فهي بتكون في تحتها اللحام بالعادة الجزار بشيلها وبنظفها وبتروح. في فكرة المصمت لا، هاي الأشياء وجبة رئيسية. ما انتوا لو شاربين كوارع مش هتزمروا على بعض زي هيك يا أخي. والله جامدة يا أخي. الشوربة نفسها زاكي بتاعت الكوارع، زي الجلي، زي الجلي بس سخنة ودايبة وفيها دسامة اللحمة. فتت كوارع شف. يلا بسم الله. ايش الفرق بين الكوارع فتت كوارع؟ باخذوا الكوارع بيعملوا منها فتت خبز ورز وصلصه وشربتها والعيش والكلام ده كله. كله هذا في فتت الكوارع. مسطعه مطشه بتاعت التوم. اسمع هذا الصحن خلص ما بناكل بعده. نتفق انه نكتفي بهذا القدر من هاي الحلقه وما ناكل بعد هذا الصحن. اتفقنا؟ عجبك؟ رائع. التوم مع رائع كله كله على بعضه هيك. في رز، في صلصه، في طشه توم، في فلفل اسود هيك بجيك بالاخير، وفي وسطهم الكوارع. الكوارع اللي صارت زي المعجون، تحطها هيك من بين الاشياء خلص كلها بتجمعهم هيك مع بعض، تلزقهم في بعض جوه تم الواحد. هذا صحن بهنيكم عليه، يعطيكم العافيه. فتت كوارع فتت كوارع فتت كوارع. يعطيك العافيه. نورتنا ومصر نورت. الله يسعدك، ونتشوق دائما للقعده هاي. انت عارف انا بحبها ازاي. والله وانا بحبك يا شيف. يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه يا جماعه. شكرا يا جماعه. نشوفكم حلقه جديده، مكان جديد، اكل جديد. شوف للامانه هي نوع من، يعني في ناس كثير بيعتبروها شكر للنعمه، عشان برضو الناس تفهم انه ليش الناس تاكل هاي الاشياء. جزء من شكر النعمه اللي ربنا اعطانا اياها وذبحناها وطلعنا منها اللحم انه كل الاشياء اللي فيها نستخدمها. وثاني شيء مفيده. مفيده جدا جدا جدا. عايز اقول لك على حاجه. هو ان كان الامر ده ما بيتاكلش في بلادنا العربيه كتير، لكن انا عايز اقول لك ان السويت بريد ده اكله موجوده في المطاعم الميشلان ستار بره في فرنسا وفي ايطاليا وفي الحتت، وبتبقى اكله غنيه واكله تقيله واكله غاليه مش اكله رخيصه، وبتبقى حاجه من حاجات السيجنتشر في المطاعم دي.
سواء دي او التستكلز او اللي هي المخاصي والحاجات اللي زي دي. شايف العرباية اللي اكلنا فيها قبل هون؟ شفتها. عارف بايش ذكرتني؟ وهي كارو بتذكرها، عرباية سندويشة الكرشات في فلورنس في ايطاليا. فلورنسا اجمل مدينة في اوروبا. ومدينة راقية ونظيفة، واكلتهم التقليدية هي عرباية في الشارع بتبيع سندويشة كرشات وكبد وكلاوي ومش كله بفرمه في بعضه بعملها. فهي كل الشعوب بتاكل هذا الاكل ترى، مش غريب.